لو لص أو نسأل الله العفو والعافية أكل أموال الناس بالباطل، واستطاع أحد الناس أن يأخذ بحيلة ما المال من هذا الرجل، هل له أن يرد بعض المال إلى مستحقيه ويساعد آخرين من نفس المال؟ شيخي الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليكم مسألة السلام. انه اخذ حق الانسان حقك عند من اخذه منك مسألة تسمى الظفر او الظفر، منعها جمهور اهل العلم وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا عليه الصلاة تخن والسلام. من خانك، لكن هناك من اهل العلم من جوزها لكن بضوابط، كسفيان الثوري وغيره من اهل العلم قالوا بضوابط ان يكون هذا الحق يعني ثابت ويقيني وغير متنازع فيه، يعني انا ليه عندك حق انت اخذته مني، هذا حق ثابت وغير متنازع فيه ومستقر لكنك ترفض، واستطعت بحيلة ان اصل اليه فجوز يعني بعض اهل العلم ذلك، فهذا من هذا الباب، ان علم ان الحقوق مستقرة وعلم اصحابها واستطاع ان يرد هذه الحقوق الى اصحابها فمن باب الظفر يعني. جزاك الله خير شيخنا الكريم.